بحضور رسمي وقعت حراسة الأراضي المقدسة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية اتفاقية نقل وقائع قداس منتصف الليل وسط إشادة الحضور بتطور الإعلام الرسمي. التفاصيل مع علاء العبد. تماما كما في كل عام تحتفي فلسطين بمؤسساتها الرسمية والشعبية بعيد ميلاد رسول المحبة والسلام وأفادي فلسطين ولاجئها الأول عيسى عليه السلام، هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين توقع مع حراسة الأراضي المقدسة اتفاقية نقل وقائع قداس منتصف الليل للعالم أجمع مجانا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. وتم الانتهاء من التجهيزات بشكل كامل لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، واحتفالات أعياد الميلاد هي لها بعدين، بعد ديني وبعد وطني، وجميع أبناء شعبنا يشارك في هذه الاحتفالات. ورسالتنا من خلال أعياد الميلاد هي رسالة تحدي للقرار الرئيس الأمريكي وللإجراءات اللي بتتم من خلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي. كل أنظر العالم إلى مدينة بيت لحم في هذه الأيام. مدينة بيت لحم مدينة مهمة جدا خصوصا هذه الأيام، هي عاصمة الميلاد. اللي بيصير في مدينة القدس إشي يعني مش لازم يكون في حزن، لازم كمان يكون في افتخار، لأنه ضد هذا القرار انتفض العالم كله وصار في عطف من العالم كله للشعب الفلسطيني. جاهزية تامة لاحتفالات هذا العام التي تأتي في ظروف تاريخية استثنائية تحيط بالمشروع الوطني وظلم أمريكي بحق القدس الأقدس في قلوب المسيحيين والمسلمين وأحرار العالم. حنكون بتغطيات كاملة على مدار فترة الميلاد من ابتداء من 23/12 وحتى صباح 25 بتغطيات كاملة، والأهم قداس منتصف الليل لطواقم تلفزيون فلسطين بتقود العمل المهني التلفزيوني إلى كل دول العالم وقنوات وتلفزيونات العالم أجمع. الاحتفال بعيد الميلاد لهذا العام يتزامن مع احتفالية حراسة الأراضي المقدسة ب800 عام على وجودها في فلسطين وحفظ ورعاية الأرض المقدسة، والذي بدا واضحا في الاستثمار والبناء والإعمار والمحافظة على الهوية والوجود، وهي ذاتها اليوم تؤكد على حق الفلسطينيين بمقدساتهم وتختار الحق في وجه الباطل الأمريكي والإسرائيلي في آن واحد. إذانا باحتفالات عيد الميلاد المجيد لهذا العام، هيئة الإذاعة وتلفزيون فلسطين توقع مع حراسة الأراضي المقدسة اتفاقية نقل قداس منتصف الليل، وكلهم أمل بأن يأتي العام القادم وتوقع اتفاقية نقل قداس عيد القيامة من كنيسة القيامة في القدس المحتلة. علاء الدين العابد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.